بصي بقى يا ستي حاضر يا ستي، الوقت بقى عشان انا خلاص بقى، انا خلاص انا على اخر دلوقتي. الراجل ده ما يتعشرش بقى، الراجل ده ما يتعشرش. لا اله الا ماشي، الراجل ده ما يتعشرش، انا مش هعيش معاه. ماشي خلاص تعبت. ماشي دلوقتي يا ستي، اللي حصل ايه دلوقتي؟ ان هو كل المسؤوليه عليا انا، كل حاجه عليا انا، كل حاجه. العيال تتعب انا اللي اجري بيها. إيه، عيل عايز يروح التدريب بتاعه انا اللي اروح اوديه. عيل عنده اي مشكله في المدرسه انا اللي اروح اعملها. عايزين يشتروا حاجات انا اللي اروح اجيب لهم. ماشي، اي حاجه انا شغاله اب وام. انا مفيش يا ماما خالص، مفيش مسؤوليه منه خالص معايا في العيال. ما بيتعاونش معايا مع العيال، يعني شايله مسؤوليه بيته وشايله مسؤوليه ولاده طب انت بتيجي بتعمل ايه؟ بيجي يجي عارفه اللوكاندا؟ اللوكاندا يجي، اللوكاندا يتحط لها الاكل ياكل وينام ويقوم يخرج كل يوم على كده. يجي من الشغل يجي ياكل وينام ويقوم يروح ينزل بقى. بيروح فين؟ مع اصحابه بقى، ويقعد بقى على القهوه بقى لحد الساعه 12 واحد. يجي لما يحس ان احنا نمنا كمان، يعني حتى ما يجيش بقى بالليل، يقعد معايا يتكلم معايا، يشوف مشاكل ولاده اقعد احكي له، يقعد يحكي لي. مفيش خالص مسؤوليه خالص خالص. كلمت لما الكل طفح بالراحه، بس افهم بالعقل. كلمتيه قبل كده؟ قلتي له ده صح؟ كلمته كتير. طب انا هقول لك على حاجه، اتفضل. يبقى عندي اي حاجه وعايزه استنجد بيه، اتصل بيه يفضل يكنسل عليا، يكنسل عليا، يقول ايه يا بنت مشغول، يا بنت عشان الشغل. طيب. يا بنت طب ماشي، خلص بقى الشغل، خلص الشغل، عبر امي بقى، عبرني بقى، اتصل بيا بقى، شوفني كان فيا ايه. بتصل بيك ليه؟ يفضل بقى عارفه يطنش 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 يطنش. ممكن انت في الحياه دي كلها نسيتيه. انسى ايه؟ انسى ايه؟ وهو ما هو ناسيني. لا اله الا الله. وانا اللي منسيه، هو اللي منسي، وانا اللي اشمعنى هو اقول اشمعنى هي، والحياه تقع منكم وتغرق. ماشي، ما هو لو شايل معايا ايدي بايده. لما هو بيشتغل وشقيان وانت شقيانه برضو، موظفه زيك زيه. بس ما ينفعش، ما انا برضو والعيال وده 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 وده، ما ينفعش برضو عليا انا لوحدي. ما هو ده مش هينفع لوحده، يعني فاهماني ازاي؟ اكل وشرب وطلبات بيت وعيال ومسؤوليه وده 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 وده، وهو ما فيش خالص. ما كانش كده، ده كان كويس. وبعدين بقى ايه؟ وبعدين بقى ايه؟ ما فيش. يجي تليفون، ياخد التليفون ويجري، ما يتكلمش قدامي. يبقى كمان بيتكلم بنات وبيتكلم، لا ده انت بقى ولا بيخرج بقى مع بنات. انت بقى كل ده لميتيه وشكيتي فيه. ما هو ده دخل فيه منكم بعد شك؟ ما هو طالما كده انا حاسه ان هو يعني زي ما تقولي ايه، خلاص بقى قافلني كده، قافل مني. اللي خليه بقى قافل مني يبقى في بقى واحده تانية بقى. ما يبقى انت بقى ما بتدلوش بقى رأي حلو بقى. ما هو ده في شغله، افهمي يا بنتي. ما احنا لازم احنا ما بندافعش عنه، عشان ما تقوليش انت بتدافعي عنه. انا ما بدافعش عنه، انا بكلمك. ده في شغله، في اللي بتديله رأي حلو، في اللي بتقول له كلمه حلوه. بيجي في البيت يلاقيك العيال عملت، والعيال سوت، وانا واقفه وانا عامله، واول ما تشوفيه عايزين وعايزين. وده مش اللي بيحصل. ما مفيش تقدير. لا اله الا الله. ما انت بتلحقيه، ما بتقولوش مالك فيك ايه؟ ما انا اللي اشيل كل التيم. ما بتطبطبيش. انا اللي اشيل كل التيم. خير بيطبطب. انت عايزاه يفضل معاكي في المعجنه اللي انت فيها، وكل ما اقول له هات يقول مفيش، على قد اللي انا مديهولك. ما انت خليتي غيرك يقول وياخد. شفتي بقى انت عملتي ايه؟ خليتي يقول لك غيرك يقول الكلمه الحلوه وياخد. خلاص تاخده بقى وتشبع بيه، ما لوش دعوه بيا. ما ينفعش. انت كده مش قد المسؤوليه. مش انا مش هقول لك انا شايله المسؤوليه كلها. لا المسؤوليه مش كده، افهمي مني. الكلام اللي انا هقوله يخش في ودانك. مش دلوقتي شيطانك بيجننك، ولو شفتيه تطلعي فيه وتلهيه وتجننيه وانت حصل منك وحصل منك. في كل ده، ما انا لازم اغلب الريح واعدي. دي ريح جايه لك دلوقتي. انا في ايدي عيال وداخل عليا ريح، اعمل ايه؟ لازم احضن ولادي عشان الريح تخش عليا بيها. افهمي يا حبيبتي، الدنيا مش قفش، ولا الدنيا اللي انتوا بتقولوها دي كلها. ما حدش حاسس باللي انا يا حبيبتي، كلنا حاسين. بس الصبر نور وجميل. الصبر حلو. اقعدي مع نفسك. صبر حلو. انا عامله كل اللي عليا. ايه اللي عاملاه؟ مفيش خالص تقدير. ما انت اللي عامله. هو بقى عايز ايه؟ عايز بعد ده كله، عايز بعد ده كله بقى ايه؟ اخش بقى، انت عايزاني ايه؟ اخش كده مستقبلاه بالابتسامه والحضن بقى، وقاعده بقى مستنيه السيد في البيت. ليه ما اعملش كده؟ واعمل كده ليه وانا مش شايفه اي مقابل؟ ما المقابل هيجي. مفيش. هيقول لك اللي بياخد، مفيش تقدير. هيقول لك اللي بياخد، هيقول لك اللي بيروح بره. لا ما هي اتغيرت، بقت احسن. ما انت قلبتي مره واحده،
اتلهيتي في عيالك وتلهيتي في اللي انت فيه. انا اللي طبعا ونسيتيه. كل ما اقول له على اي مشوار لعيلي كل ما اقول له على اي مشوار لعيلي يقول لي ايه اعمليه انت انا مش فاضي. اعمليه انت انا مش فاضي. ما بتدينيش الفرصه اتكلم. ما بياخدش عيل وينزل بيه. ما بياخدش. ما من ايه؟ افهم يا حبيبتي افهم يا حبيبتي افهم. صوابعك مش زي بعضها. مش كل الرجاله زي بعضها. في راجل بايه بيفضل طول عمره زي ما هو بقى متاقلم لبيته وعياله يفضل ما فيش حاجه تغيره. وفي راجل لا بيبص لغيره. وفي رجاله دلوقتي الزمن اللي احنا بقينا فيه بي 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 بيقولوا لبعض بيتعبوا اعصاب بعض. انا ده شفت بره بتعمل كذا وبره كذا وبره كذا بيخليه يحزن على نفسه على بيته يبص. وبعدين دلوقتي الزمن ما بقاش زي الاول. انت دلوقتي كبرتي شويه عن ما كنتي اتغيرتي شويه. بيبصوا البنات دلوقتي ماشيه لابسه ازاي. وده يا بنتي الراجل مهما كبر طفل. مهما كبر ايه؟ انا مش بقولك الكلام دوت وتاخديه من هنا وتنزليه من هنا. انا خايفه على بيتك وعلى حياتك. اقعدي مع نفسك. اقفلي العيال نامت وهو مش موجود او انت مع نفسك اقعدي كده ورجعي كل حاجه بينك. يا رب انا عايزه اتغلب على اللي انا فيه. عايزه بيتي وعيالي وجوزي. ما تنطرهوش. انت كده ناطراه من حياتك. انت كده ناطراه بتديه لغيرك. لا اتغلبي. اتغلبي واكسبيه. اكسبيه بايه بقى؟ جربي. لو ما جربتيش معايا خلاص بقى. انا بقول لك انت مش عايزه تجربي. لا جربي مره واثنين وثلاثه. مش جايه بقى خلاص بقى. هو بقى اللي انا بقى اللي انا بقول قفلتي خلاص بقى قفلت. ما هو ما ينفعش. سلمتيه لغيرك. سلمتيه حتى للشيطان. بعدتيه عنك. لو ما فيش واحده ثانيه بعدتيه عنك. ما تدخليه في حياتك باسلوب حلو. سيبي العيال وانا جايه لك عند الشغل يا غدك ونخرج. جايه لك مش هنخرج سوا. كلمك بقول له مش هنخرج. اقعد اقول له ايه مش هنخرج. ما انتوا بتخرجوا جارين وراكم زي لا لا قلت له قلت له سيبي العيال ونخرج. لا اله الا الله. بقول لك ايه بقول لك ايه مفيش انا تعبان ومفيش خروج. طب ما هو نفسك حلو. ما بس خليه قاعد كده طبطب عليه. اعتبريه ابنك مش جوزك. اعتبريه اخوك. وهو ما بيجيش يطبطب عليا ليه؟ مش انا اللي شايله كل حاجه؟ ما هيجي يعمل. بس انت اللي افتحي له الباب. انت مقفله معاه البيبان. هيجي وهيعمل بس افتحي له الباب. ليه؟ لان هو حاسس ان انت خلاص قفلتي. ما هو الاخر هيقفل. يلا اقفل من هنا ومن هنا والدنيا تتخرب والبيت يتخرب والعيال تتشرد. ليه؟ ليه وتفضلي شايله منه وتكلميه ورا وهو يكلمك ورا؟ عشان ايه؟ ما تيجوا على نفسكم شويه. هو انتوا ما عندكوش صبر ولا عندكوش ابدا؟ ما تتنزلوا عن كرامتكم كل واحد شويه لبيته. ما تقولي له هو كده. واقول لك انت وهو. انا ما انا ساكته. انا هكلمه بيني وبينه. هكلمه واناديله بس برضه كانك ما شكتليش ولا قلتي لي حاجه. بس الاقيكي انت بقى تعملي. انت تعملي. اثبتي له بقى ان هو كل حاجه ان هو السيد ان هو كانه لسه عريس جديد. يعني ينفع كمان ما يخشش يضحك مع عياله ولا يهزر مع عياله؟ عايز جديد ايه وبتاع؟ ما هو مني. وبعدين ايه انا بكلمك انا برضه بقول لك ولا بيضحك مع عياله ولا بيضحك وما يخش يكشر. وماله مالك يا اخويا تعبان متضايق؟ اما تلاقيه مكشر مش هتكشري في وشه ولا تحكي له؟ لا لا ما كشر. هتحكله وهو بيكشر؟ ايوه اتحكي. والعيال ابعدوا 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 انا جاي تعبان. يا بنتي هيغلط نفسه. ما بيغلطش. ما هو من ايه؟ ما انت سايقه وهو سايق. كل واحد بيعاند في التاني. انت وحش بقى انا وحشه. انت وحش انا وحش. ايه ده؟ ايه الحياه دي؟ هي دي حياه ناس؟ دي حياه اولاد؟ زي ما هو بيعمل خلاص انا خلاص في غيري. لا ما ينفعش. ما تديش فرصه لغيرك. ما ينفعش. ولو خد غيرك انت برضو الاحسن. وانت لا وهيلف يلف مش هيجي غير ليكي. وانت الحضن الاحسن والحنين بعيالك بكل حاجه. كل ده ولا يهمك منه. اللي يهزك يا ريح. يا ولاد البيوت بتتبني صعب وهددانها في ثانيه. اوعي تهدي حياتك. وبعدين بصي كله بصي لاولادك. بصي لاولادك. ما انت تعبانه معاهم ليه وبتروح وبتيجي ليه؟ بصي لهم. وبصي مهما كان برضو بينك وبينه عيشه. وهو مهما كان جوزك برضو مش هيبعد عنك. خلاص الحياه اتقطعت بينكم بقى بعد كل المراحل. يبقى ده امر الله. انما في بايديك ان انت تدلي البيت او حاجه واقعه مش هتقدري تعدليها؟ تعالي على كرامتك شويه تعالي نفسك شويه. يعني ده لمين؟ ده جوزك ده لا مؤاخذه يعني في الكلمه حل وغطى. انت وهو دي عشره. دي سنين عمركم وتكبروا عيالكم وتجوزوه وتعيشوا معاهم. مش من اول حبه ريح كده. وبعدين دلوقتي الدنيا متسلطه على بعضها. لو راجل كويس مع مراته بتلاقي الشياطين اللي يخشوا يقلبوا البيت. لو ست كويسه مع جوزها تلاقي شياطين. لو حريم بيخشوا بيكبروا دماغ الست. ما انت ممكن تخش لك صاحبه تعمل فيك ايه؟ صح ولا لا يا بنتي؟ اهدوا اهدوا. الدنيا مش كده.
الدنيا مش قد تزعلي وتقولي جوزي بيعمل فيا وبيسوي فيا. معلش عليه ضغوط وعليه شغل والدنيا الوقت بقت ضغوط جامد. ودايما دايما التمذيب والعذر مهما كان. هتقول انا مش مقصره معاه، انا مش عامله معاه. يا ستي زودي، زودتي الحله ايه؟ بشويه ميه؟ طيب زودي من جرعه الحنان شويه، زودي من كل جرعه شويه ومشي الدنيا. الدنيا ما توقفوهاش. هترجعي بعد كده تقولي يا ريت اللي جرى معاك ايه؟ دلوقتي شيطانك عايزك خلاص تقومي تقلبي الدنيا. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي دايما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مهما كان. والدنيا تتاخد بالعقل والدنيا. المهم بقى ايه، طبعا دي برضو كانت قصة النهاردة عاملينها من واقع الحياة زي ما اتفقنا مع بعض. طبعا ايه ماما تعبت من الصالة. ماما تعبت من الصالة. دي موجودة في الحياة اللي احنا فيها دي فعلا، وتتحكي لينا على طول. عايزة اقول لماما طبعا ربنا ما يحرمنا من نصايحك ابدا ابدا ابدا. وببعت تحية لجوزي بقول له لا دي تمثيلية. ربنا يخليك ليا يا رب. ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمني منك ابدا، ويهديك عليا ويهدي ولادنا. اهم حاجة كلكم اجمعين. وعايزة اقول ان ده فعلا فعلا ده حاجة عندكم شوية صبر مش موجودة. ودي حاجة واحدة من اللي بيعملوها رجاله كتير. يعني انا في قصص كتير. وانتي تنامي معيطه ومتضايقه ومخنوقه وجوزي عمل ليه بالله. فاسمعوا بقى النصايح اللي عندها مشكله زي دي. تسمح ماما، تسمع ماما قالت ايه، وانا كمان مع ماما على فكره. خلي بالكم وبقول احنا حلينا مشكله. اسمعوا في التليفون قبل كده، وكانت هتسيب بيتها وعيالها وهي عارفاني، وتطلع في التعليق او في البث وتتكلم وتقول بيتك اهم حاجه، وكانت مشكلتها جامده وهي تغلبت برضو وربنا معاها ويعينها على اولادها. كانت هتسيب بيتها وتسيب جوزها وعيالها. ما ينفعش برضو مني ومن غير الكلمه حلوه البيت هيتلم. على فكره كمان انا عايزه اقول لكم على حاجه، وانا امكم وكل حاجه. عايزه كمان اقول لكم على حاجه بجد والله. فعلا فعلا الراجل عامل زي الطفل بجد بالزبط. والله شوف انت بتحيي ابنك الصغير ازاي بجد. لو انت حيلتيه كده بالطريقه دي وطبطبتي عليه وهتكسبيه مهما كانت اسويته. بس خلي بالك في حاجه عايزه اقولها، مهما كان جوزك في شياطين وراه. اكيد طبعا والله في شياطين اكيد. وبيبقوا الشياطين دي ما تعلمي بيهم ايه، بيبقوا عايزين يخربوا البيت باي طريقه، يعملوا اي حاجه. تغلبوا، ربك اقوى. اكيد طبعا ربك اقوى. ما تستسلميش للريق لو حتى وصلت لايه. تقولي لا مش عارف ايه، يا ست يا ست خليها تاخد، خليها عليكي شويه واستحملي شويه. ويا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم يا رب، ويكون نصايح ماما تكون يا رب كده يعني حاجه كويسه ليكم. المهم ان احنا نكون واخلين قلوبكم ونكون تحت حسن ظنكم. وانا مش قادره اتكلم، قولي انت. واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم عشان يوصل لناس كتير، ومستنيين تعليقاتكم. واحكوا لنا عايزين نعمل لكم قصص ايه، ولو القصص دي فعلا بتعجبكم قولوا لنا رايكم. ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي.